طبعا راح نعالج قطعه اجى عليها الكلور او الهايبكس بطريقه عمليه وصادقه، بس طبعا تحديد المكان هو بيحدد طرق العلاج للقطعه نفسها. شوفوا الفيديو وان شاء الله الكل بيستفيد منه. يعطيكم العافية، السلام عليكم للجميع، أهلا وسهلا فيكم، معاكم مصطيف تربية الدواجن والحيوانات وشوية معلومات وهوايات بحب أفيد الناس فيها على القناة. اليوم موضوعنا كيف راح نعالج قطعة انضررت من الإصابة بالكلور أو الهايبكس. طبعا إجت عليها نقط هايبكس وإحنا لحقناها بشكل سريع وعزلنا الصدر عن الظهر عشان ما يتسرب الهايبكس على صدر القطعة. نحكي عن القطعة شوي، هي قطعة رياضية وان سايز بتلبس ما يقارب من ميديوم وسمول لغاية 1X او 2X لارج، وسعرها ما يقارب 15 ل 17 دولار مع التنزيلات. طبعا تسرب عليها الهايبكس، طرطش عليها شوي او اجى عليها هايبكس، راح يتم معالجتها ان شاء الله بطريقة عملية وصادقة جدا. في ناس بيحكوا انه بنحط مواد الهايبكس ما بيروح عن الملابس نهائي لانه بتغلغل في الانسجة الخيوط القطعة وخلص ما في له حل الا تستخدم طريقة عملية وصادقة. فانتوا شوفوا الفيديو لانه ان شاء الله اني اكون صادق معكم. طبعا بتمنى منكم الاشتراك واللايك والتعليق، تفعيل الجرس ودعم القناة من كل انسان بشوف القناة هاي مفيدة لهم، سواء بالتربية الحيوانات والطيور او بعد افكار فنية وعملية نعملها بالقناة موجودة ان شاء الله عنا، وبحب الناس تستفيد منها. راح نحكي عن المواد اللي راح نستخدمها. راح نستخدم الكرتونة، شكفة قماش تترن من قميص او دشداش قديم عشان تتحمل الحرارة، لانه راح نستخدم درجة حرارة عالية. كمان قطع الرسم اللي بتختاروها حسب الذوق وحسب انت شو بدك تحط على القطعة او انت شو بدك. طبعا هاي القطعة للشباب، فاحنا اخترنا رسمة بتميل اكتر للرجال او الشباب. تقدروا تحصلوا عليها من محلات الكلف، سعرها ما يقارب ما بتجاوز دولار ونص. وبتختاروا او بتختار الرسمة اللي بتناسبك على القطعة اللي بدك اياها. وبالمقاطع الثانية ان شاء الله الجاي راح افرجيكم كيف ممكن نعالج المزع او الفرط، طريقة كمان مرتبة وحلوة، حشرح لكم عنه بمحتوى بمقاطع تانية ان شاء الله. طبعا حنستخدم الكرتون والقماش اللي شفتوه الابيض التترون، يفضل يكون قماش ابيض، قماش يعني ما بيصبغ او ما انه بيحل، وقماش بتحمل حرارة. وراح نستخدم المكوى على درجة حرارة ما يقارب 5، راح تكون حامية شوي، علشان هيك استعنا بقماش التترون عشان ما نعمل خلل بالقطعة او في الرسمة، يكون في اشي عم بحمي القطعتين واحنا عم نشتغل فيهم. والكرتونة تكون فاصلة بين صدر القطعة وظهر القطعة، يعني بين الظهر قطعة المصاب او اللي فيه الخلل من الكلور وصدر القطعة كمان، فاحنا بنحط الكرتونة بحيث نتحكم طريقة افضل. وكمان طبعا يعني اذا عندكم طاولة كوي بكون افضل، واذا ما في نستخدم السجادة على الطاولة. طبعا عندنا طاولة كوي بس انا مش قادر استخدمها بالغرفة لانه شوية الغرفة يعني المهم، فانا ممكن اني اتصرف على الطاولة واستخدم السجادة. زي ما حكينا لكم تختاروا الرسم اللي بدكم اياها حسب ذوقك وحسب القطعة اللي فيها الضرر. في قطع ما بتزبط، طبعا في قطع ما بتزبط اذا كان الكلور منتشر بالقطعة كلها، ساعتها بكون الحل صعب. اما اذا كان الكلور متواجد بمكان معين ممكن ان انا اقدر اعمل اعادة له تدوير واغطي كل الاصابة بطريقة ممتازة جدا. شو بالنسبة للغسيل، القطع هاي ما بصير تنغسل درجة حرارة عالية، لما بتحط الطباعة المفروض تكون المي باردة، ويفضل القطن انه اصلا ينغسل بمي باردة عشان تحافظ عليه وما يتوسع منك ويفرط ويتدمر. فانت تستخدم يا اما مي فاترة، وما تستخدم اي مواد كيماوية عليه الاسود لانه اصلا ببهت لونه. بالغسيل تستخدموا مي فاترة او باردة، وحاولوا ما تحطوا مواد كيماوية على القطعة سواء قبل الشغل او بعد الشغل، خصوصا الالوان السوداء. هون راح نحط الكرتونة داخل القطعة ونوزنها بشكل ممتاز.
بحيث لما اجي احط الرسمة تكون الكرتونة الرسمة واقفة على الكرتونة اللي هي داخل القطعة. ليش بنعمل هيك؟ عشان اقدر اثبت الرسمة بطريقة ممتازة وطريقة تكون عملية، ما اخسر بعد هيك القطعة واخسر الرسمة. لازم يكون التركيب او التلصيق على طريق المكوى بشكل ممتاز، وكل المواد اللي بالقطعة بالرسمة لازم تكون امتصتها قطعة الملابس اللي هي عليها كلور. بحاول اتوازن بالخلل اللي حصل بالقطعة، يعني مش اني اركب عشوائي هيك، بشوف الابعاد. يعني انا عندي هون من الطرف اليمين 12 سنتي ومن الطرف اليسار الاصابة 17 سنتي. هسه انا ما بصير ارقب القطعة يعني زي ما هي، راح تبين نشاز وتبين انها ماخذة مكان مش مناسب باللبس او بالقطعة. فانت لازم تتوازن. انا هون راح اعلم على 12 من عند الاباط او الجيرو بنسميه، وراح اخذ كمان 12 سنتي اللي هو الاصابة الثانية بالقطعة، واوازن الرسمة بين الطرفين. يعني يكون من هون 12 ومن هون 12 تيجي الرسمة متناسبة، واخذ ارتفاعات مناسبة ما تكون نازلة كتير. شو طبعا بتحكم فيه الخلل اللي هو بالقطعة، بس انا بحاول قد ما فيه اني اغطي الخلل، وكمان اتوازن بالرسمة تكون شكلها مناسب حتى بشكل عملي ومنظم، مش انه اركب عشوائي وخلاص. حتى لو الاصابة انا عندي بالجنب او تحت كتير او فوق، راح احاول قدر الامكان اني اعمل تنسيق وتبين القطعة انها موديل مش انه معمول عليها ترميم او تصليح الكلور. في الطريقة اللي انتو شايفينها هاي، وزننا القطعة من عند الاباط ومن عند الاباط الثاني او الكم الاول والكم الثاني، لانه هاي بلوزة قط يعني ما الها كمام، احنا بنسميه بعالمنا المهني هو جيرو، بس انتم ما تفهموا علينا يعني على الجيرو بعد ناس، فنحكي عنه الكم او القط اللي هو موجود عند الاباط بدل الكم. نسقنا كل الامور. طبعا بدي ارفع القطعة لفوق كمان عشان ما تبين نازلة كتير باللبس، لازم ارفعها لفوق تكون مناسبة بين الكتاف. فاخدت المقاييس تقريبا رفعتها 3 سنتي كمان عن الاباط او الكم القط، لانه معطيني مجال الكلور هو جاي لفوق شوي، فانا بقدر ارفع الرسمة قد ما فيه. شايفين حتى الرسمة فيها زيادة، ودائما بنختار الرسمة اكبر من الحجم الاصابة اللي بالقطع، عشان نقدر زي ما حكينا لكم نتوازن بالرسمة بالطباعة الرسمة، ونعطي شكل مرتب على القطعة بحيث انه ما نخسر الرسمة ونخسر القطعة. هسه حطينا الكرتونة، حطينا الرسمة، عملنا كل الامور اللازمة، حطينا المكوى على 5 درجة حرارة عالية. بتم طبعا هسه كبس القطعة، كبس ما تسحبوا سحب زي ما انتوا شايفين هيك، بترفع المكوى بتنزلها، حاول ما تمشي سحب عشان ما تعمل تمطيط في القطعة او انك تمددها للقطعة وتخرب شغلك او شغلك. حاولي يكون الطباعة كبس، يعني اضغطوا على المكوى ضغط وما تتجاوز القطعة البيضة عشان ما تلسع معكم القطعة. كل شغلكم يكون على القطعة، والقطعة البيضة او القماش التترون تاع القميص يكون مغطي الرسمة ما فيه الكفاية من جميع الاطراف. جميع الاطراف تكون القطعة مغطية بالقماش البيضة عشان اقدر انا اكبس الرسمة كلها بطريقة ممتازة، واحصل على نتيجة ممتازة جدا واحلى من القطعة وهي سادة. وعشان هيك احنا اخترنا كمان الرسمة انها فيها سواد كتير، لانها القطعة سودة وما بدنا نعمل نشاز بالقطعة وتكون الوانها فاقعة او الوانها خارجة عن المألوف. وكل واحد حسب ذوقه، يعني هاي اذواق وانتو حرين فيها. بكبس بالمكوى على جميع اطراف القطعة الرسمة اللي انا حطيتها تحت القطعة، لانه لازم كل شيء احافظ عليه ويضل معاي دقيق جدا. حتى الرسومات البسيطة اذا بتلاحظوا على الرسمة فيها شروحات بسيطة ما تقارب يعني مثل الخطان هيك، مثل الرسم هو حتى خارج عن القطعة. حتى هاد لازم احافظ عليه، الرسمة تطلع معاي مطبوعة طباعة كأني انا رسمها على القطعة. هون بعمل تيست بشوف اذا الامور تمام، اللصق كله 100%، الطباعة 100%. بشيل الشغل،
طبعا عملت تيست، ما كان لسه بدها شوي، وعودت انا اتصرفت، بنسحب الغطاء او اللاصق البلاستيك اللي بكون على القطعه بطريقه بسيطه جدا جدا بهدوء. هدول هم الشرحات اللي بحكي لكم عنهم، شايفينهم تحت الرسمه، كلهم طلعوا على الرسمه بشكل ممتاز جدا، ركبت بشكل ممتاز بطريقه احترافيه. صدقني انه ممكن لو انت بدك تروح تعملها عند محل او كذا، حياخد عليها مبلغ ما يقارب 5 و6 دولار ويمكن اكتر كمان. انت هون ما بتكلفك كل هالشغلة في البيت، ما بتكلفك دولار، دولار ونص، وكمان بتختار شي عزوجك او عزوجك، وبتختار شي عملي وشي ممتاز جدا. شايفين هسا كيف الرسمة ممتازة ما شاء الله، الهاي بيكس ولا له اي وجود، زدنا ورنق على القطعة وزدنا جمال عليها وعملنا فيها حركة بسيطة وراقية. راح افرجيكم اياها هسا بشكل موضح بالعلاقة، زي ما انتم شايفين هون ممتازة جدا، بس زي ما حكينا الغسيل يكون بمي فاترة وما تستخدموا مواد كيماوية، اصلا الاسود ما بده مواد كيماوية نهائي. ان شاء الله كمان الفيديوهات الجاي راح افرجيكم كيف تعالجوا المزع اللي بصير بالقطعة او الحرق اللي بصير مثلا بتيشيرت او شورت او بنطلون او اي شيء، طريقة كمان عملية جدا وطريقة يدوية وطريقة سهلة بالبيت كيف تقدروا تعالجوا المزع او الحرق كمان في قطع الملابس الغالية والثمينة واللي بتحبوا تحتفظوا فيها حتى لو انها مش غالية. يعطيكم العافية وشكرا لكم، ما تنسونا من الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس.